ايوه ده الدكتور مجدي قال لي مش اقل من 30 40 واحد في اليوم، ده كده هيعمل لي مشكله. لا عايزه كمان يا دكتور، ما الناس بتيجي برضه يعني. ايه مفيش ثقه فيا يعني ولا لا؟ ازاي ما كانش حضرتك ما كانش جاهز؟ طب اللي عليك دوري فيه؟ ماشي ما تعطلنيش عشان انا مستعجل. اتفضل استاذ احمد. هو سافر المؤتمر اللي فات اسبوع وكده فجاب الدكتور. طب كويس يعني؟ كويس جدا، ما كانش كويس ما كانش جاهز. طب حضرتك على الدكتور نفسه. هو برضه كويس ودخل حضرتك وقلنا كل حاجه يعني. ما تقلقش. اتفضل يا كرسي. اه كويس. تمام. لو تعبان على اخر يوميه في البطرون. مين اللي عليه الدور؟ الراجل ده. مين؟ الراجل ده جاي من نص ساعة. مش انت عليك الدور؟ لا انا جاي من نص ساعة. يعني جاي الساعة كام؟ انا جاي الساعة 10. كام؟ الساعة 10. طب ما تخش تكشف. لا انا جاي مع صاحبي. ايه؟ جاي مع صاحبي. يعني انت جاي معاه مش جاي تخلع نفسك؟ انا جاي مع تعرفه؟ انا عمر جاي مع صاحبي. انت تعرفه؟ انا اعرفه دكتور عمر. انت تعرفه؟ تعرفه؟ ولا واحد منهم صاحبك جاي مع مين؟ انا جيت وغيرت رايي. انا درس خف خلاص. خف من ايه؟ درس خف. كنت بتحس بايه وانت بتشرب ميه ساعه؟ كان بيوجعني. بتحس بقلب؟ كان بيوجعني. يبقى الناس ولا غايه العصب؟ خف خف خلاص. درس خف. ليه؟ درس خف. ايه اللي خفاته؟ انا مش جاي، كنت جاي مع درس خف. يعني انا فاكر العياده دي عوانطه. درس خف. ناس تيجي تقول لي درس خف. درس خف. مش انا اللي درس خف. درس خف. خلاص. درس خف. خلاص. خلاص. مش هتجيبني يعني؟ مش هتجيبني انت؟ خلاص.